يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا إمام مسجد ويأتي بعض الجماعة جماعة المسجد يريدون استعارة مصحف من المسجد ثم إرجاعه، فأمنعهم، فهل أدخل في من يمنع الماعون؟ ما هو بلك هذا المصحف، ما هو بلك هذا، وقفا على المسجد. تمنع الماعون اللي هو لك، اللي يستعير منك مصحف تملكه أنت لا بأس، أما مصحف المسجد لا، هذه أوقاف ولا تخرج من المسجد، لا تخرج من المسجد لأنه وقفت عليه فتبقى فيه. ما الذي يقرأ يجلس في المسجد، الحمد لله. نعم.